مرحبا، معكم الدكتور طلعت العبد، استشاري الأمراض الجلدية وزراعة الشعر والليزر. اليوم موضوعنا حيكون إن شاء الله عن الشعر، مشاكل الشعر، زراعة الشعر. هلا بالنسبة للأسباب اللي ممكن تؤدي إلى الصلع أو تساقط الشعر، اللي هم أكثر مشكلتين في الشعر، عديدة. أكبر سبب لتساقط الشعر أو اللي بيراجع المرضى على العيادة يكون صلع الوراثي، أكبر سبب اللي هو هرمونات تكون وراثية. هاي واحد. اثنين، الأسباب الثانية تقريبا بتكون بحدود 15%، يعني 85% من المرضى اللي بيجوا عشان الشعر، مشاكل الشعر، تكون صلع وراثي. 15% الباقي الأشياء الثانية اللي معظمها اللي هي مشاكل في الدم، الأنيميا، نقص الحديد، نقص فيتامين د، الغدة الدرقية فيها بكون مشاكل، الزنك، الأشياء زي هاي. بالنسبة لعلاج مشاكل الشعر اللي هي الصلع الوراثي أو أي سبب آخر، ما بصير أنط مباشرة على العلاج، لا، لازم أول شيء أشخص إيش سبب سقط الشعر. عيال أنا شخصت، عرفت شو السبب، كان الحل سهل. تمام، إذا كان اللي هو زي ما حكينا أكثر سبب هو 85% من مشاكل الشعر اللي هي الصلع الوراثي، اللي هي طبعا الزراعة. قبل ما ألجأ إلى الزراعة، ممكن أنا أني أبطئ عملية تساقط الشعر، تبطئ بس لا أستطيع أن أوقفها، ببطئها تكون أبطأ. هاي واحد. إذا كان من الأسباب الأخرى مثلا نقص الحديد، نقص فيتامين د، طبعا بدي أعطي حديد، أنا شخصيا أؤمن بالحديد بالبريد مش حبوب. هاي واحد. الفيتامين د، فيتامين د دي 3 عليها كمان مقالات، بحكوا العلماء أفضل شيء اللي هو 5000 انترناشونال يونت ديلي، كل يوم بعد وجبة دسمة. بعدين الزنك اللي فيه خلل عندي في الهرمون والغدة الدرقية لازم أعالجه. تمام، بعدين مثلا إذا كان في بروتين، واحد ماشي على دايت معين عنده البروتينات هي اللي بتسوي تساقط الشعر، الحالة النفسية، أدوية زي مثلا روكوتين، لو كثير نستخدمه بسبب تساقط الشعر، بس عادي، ولما أوقف الروكوتين برجع شعر يطلع مرة ثانية، المريض ما يخاف. تمام، في أمراض مناعية اللي زي الثعلبة والذئبة الحمراء، أمراض كثيرة يعني، وإن شاء الله نشوفكم في الفيديو لاحق.